خلال اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني عبد العاطي، يؤكد الدعم الكامل لبيروت ويدين انتهاكات اسرائيل للسياده اللبنانيه. من بيروت، ابو الغيط يدعو اسرائيل الى الانسحاب الفوري من كل الاراضي اللبنانيه، ومبعوث بايدن يؤكد العمل على صيغه لانهاء الصراع. واشنطن تؤكد نشر منظومة تاد الصاروخية في مواقعها بإسرائيل، وإيران تقول إنها ستعيد تقييم سياستها النووية. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز. وخلال اللقاء استعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حاليا، والتي تتضمن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس، وإقامة محطة طاقة شمسية بنجاح حمادي بمحافظة قنا وغيرها. كما تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة ميدانية بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة كرداس التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية. وفي مستهل جولته جدد مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع التعليم والسعي المستمر لدعم وتعزيز دور مختلف مكونات المنظومة التعليمية، مشيرا إلى حرصه على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه إجراءات على أرض الواقع تتعلق بالتعامل مع الزيادة في حجم الكثافات الطلابية بالفصول وسد العجز في أعداد المعلمين. تحتفل القوات البحرية اليوم بعيدها 57 الذي يوافق يوم 21 من أكتوبر من عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وفي كلمته بالمناسبة أشار قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية تطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية بامتلاكها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الطرازات. عالم مليء بالتحديات البحرية نرى فيه القوات البحرية المصرية. رمزا للشجاعة والإقدام. فهي الدروع التي تتحدى الأموال وتحمي سواحل الوطن بكل قوة وثبات. فهم رجال البحرية المصرية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها 57 والذي يوافق ذكراه يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية، حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي
الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها 57، والذي يوافق ذكرى يوم 21 من أكتوبر عام 1967، ذلك اليوم الخالد في تاريخ قواتنا البحرية الباسلة، حيث قامت بإطلاق أول صاروخ بحري على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. إن ما حققته قواتنا البحرية في ذلك اليوم المجيد لا يختزل في نصر تم تحقيقه خلال معركة بحرية، بل هو يوم استعادة الثقة للجند المصري، والدليل على أن رجال قواتنا البحرية ما زالوا قادرين على تنفيذ مهامهم وحماية حدودنا البحرية. كما أشار إلى الدعم الذي تليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية. إن قواتنا البحرية منذ إنشائها تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات، ولعل ما مرت به من مراحل التطوير خلال العشر السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هي أحد تلك النجاحات التي اشتملت على تطوير القواعد البحرية بما يلبي مطالب قواتنا البحرية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمسرحي عمليات البحرين المتوسط والأحمر بشكل متزن وفعال. واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتقديم التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات البحرية بعيدهم المجيد. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الحكومة عازمة على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب. جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة. لقد شهد مجلسكم الموقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق الأصيل، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية. لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط. ذلك الملف المطروح على حضراتكم وعلى مائدة الحوار الوطني وصولاً لما فيه صالح الوطن. تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية السويد ماريا مالمار ستينرغارد، وشهد الاتصال مناقشة مجمل العلاقات الثنائية وكذلك التطورات في الشرق الأوسط في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة. وأدان عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني والتسبب في كارثة إنسانية في القطاع ولبنان، مشددا على ضرورة الوقوف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بخفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءا من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8000 سيارة شهريا بدلا من 10000 سيارة. أكد المجلس أنه لا يوجد ما يسمى بكوتة للسيارات، مشددا على أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدا أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من تقرير مدن المستقبل بعنوان القاهرة مركز مالي عالمي مدن المستقبل. وأشار المركز في التقرير إلى أن المراكز المالية العالمية تلعب دورا هاما ومحوريا في الاقتصاد العالمي وتمثل محركات رئيسية للنمو والازدهار. وأضاف أن مصر تستهدف إنشاء مركز للقاهرة المالي العالمي كمدينة مالية تعمل وفقا لأنظمة ونماذج لأعمال المراكز العالمية المماثلة. عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء مع رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق، وذلك لبحث خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة وكمالياتها بمصر. وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة السعودية لسرعة إقامة المصنع وتشغيل وبدء الإنتاج في مصر. تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى العاصمة للتأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الصحة اليوناني، واستمع عبد الغفار إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى ومنظومة سير العمل، حيث يعد المستشفى بمثابة نواة للمدينة الطبية باعتباره أول صرح طبي تأميني بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ويستهدف تقديم أفضل خدمات صحية شاملة على مدار 24 ساعة. كما تفقد وزير الصحة العيادات الخارجية التي تضم 12 عيادة تخصصية. ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التنمية البشرية والسكان في مصر بالتعاون مع البنك الدولي. جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وقال عبد الغفار إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، لافتا إلى أنها قضية دولة وليست وزارة بعينها. وأوضح عبد الغفار أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر التي عقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية. وأكدت المشاط في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة المصرية تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية بداية تمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري. هذا وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. للمزيد ينضم إلينا من مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نعم، بالفعل هناك زخم كبير تشهده هنا العاصمة الإدارية الجديدة، حيث هذه الفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. نتحدث عن أكثر من 130 جلسة حوارية وجلسة علمية يشارك فيها العديد من المتخصصين المحليين والدوليين وأيضا من المنظمات الإقليمية والدولية. نتحدث عن أكثر من 800 مشارك ومتخصص من مجالات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، وبالتالي نتحدث عن مؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية. تحدث مع عدد من ممثلين الأمم المتحدة في مصر وأكدوا أن هذا المؤتمر له أهمية بالغة
في جهود الحكومة المصرية وجهود الأمم المتحدة أيضا لتعزيز التنمية البشرية في مصر. هناك العديد من الجلسات التي يشارك فيها أيضا عدد من الدول لتبادل الخبرات فيما يخص التبادل بخصوص التنمية البشرية. وأيضا هذا المؤتمر يأتي مع انطلاق مبادرة بداية جديدة للإنسان التي انطلقت في الفترة الماضية، وذلك كله يهدف بالأساس إلى تعزيز مستقبل المواطنين والسكان والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز الصحة والسكان. وأيضا في هذا الصدد نشير إلى المبادرات الكثيرة التي قامت بها مصر في مجال الصحة ومبادرات رئاسة الجمهورية في رفع الصحة لدى المصريين، وكانت هناك إشادة أممية كبيرة بهذه الجهود المصرية. وأيضا أن يكون هناك تبادل الخبرات في هذه المجالات وهذه المبادرات الصحية مع العديد من الدول وخاصة الدول الأفريقية. هذه الفعاليات التي تستمر حتى 25 من هذا الشهر بإذن الله تشهد العديد من الجلسات الحوارية والتي نتابعها معكم يوميا حتى انتهائها والجلسة الختامية يوم الجمعة بإذن الله. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من هونغ كونغ. وقال هيبة إن حكومة هونغ كونغ تعتبر مصر بمثابة بوابة الاستثمار إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ولهذا تتصدر الشركات من الصين وهونغ كونغ قائمة الدول المصدرة لتدفقات الاستثمار من شرق آسيا إلى مصر. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركات في مصر للتأسيس والإنشاء والتشغيل. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفدا من مدينة يانتغان الصينية، وتناول الاجتماع بحث التعاون المشترك خاصة في مجال صناعة النحاس وتطبيقاته الذي تشتهر بها المدينة، إلى جانب التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة تابعة لها والميناء المتصل بها، سواء لجذب الشركات الصينية للعمالة بالمدينة الراغبة في التوسع خارج الصين أو التعاون مع الميناء في الأنشطة اللوجستية المختلفة. تنطلق اليوم في واشنطن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة نحو 10,000 شخص يمثلون وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لبحث تعزيز النمو العالمي غير المستقر وغيرها من قضايا الساعة. الغموض سيد الموقف أمام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فالتصعيد في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية ونتائج الانتخابات الأمريكية فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون له نصيب الأسد من اجتماعات واشنطن. 10,000 مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني يبحثون في اجتماعات تمتد أسبوعا تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة. كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
حذرت من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط والتي قد تعرض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي. الغائب الحاضر عن أجواء الاجتماعات هو إمكانية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي. أما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات. وبطبيعة الحال سيكون للانتخابات الأمريكية تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية وعلى مستقبل الدولار وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم. فاز مسلسل لحظة غضب بجائزة أفضل مسلسل من عن مسلسل 15 حلقة بحفل جوائز رمضان للإبداع اختيار الجمهور، كما فاز مسلسل الحشاشين بجائزة أفضل مسلسل 30 حلقة، وفاز النجم كريم عبد العزيز بجائزة الإبداع عن دوره في مسلسل الحشاشين، وأقيم الحفل وسط حضور فني كبير بجانب قادة من الصناعات الإبداعية والثقافية في مصر والشرق الأوسط للاحتفال بالإنجاز البارز في أعمال رمضان، فضلا عن أبرز دور للجمهور في اختيار الفائزين. أهمية الحدث إنه ما بيتكلمش بس على مسلسلات رمضان، بيتكلم على كل أعمال رمضان المبدعة، فبالتالي بيتكلم على تمثيليات، بيتكلم على إعلانات، بيتكلم على أغاني، بيتكلم على أي حاجة وكل حاجة ليها دعوة بالإبداع في رمضان من كل صناع الأعمال، كمان يعني السيناريست أو كاتب الإعلان، مخرج الإعلان أو مخرج التلفزيون، الممثل وصاحب فكرة الإعلان، فكل القائمين. فنهاردة اليوم بنحتفل بصناع أعمال رمضان. مبسوطة قوي إن أنا موجودة والPeople's Choice Awards وإن أنا بقدم جائزة، والأجواء لطيفة جدا واحتفالية، وإن شاء الله يا رب الناس كلها تبسط تاخد جوائز ويحتفلوا بمجهودهم في مسلسلات رمضان. مشاركتي النهاردة إن أنا مترشحة الجائزة ومتحمسة قوي، وشفت كل الناس اللي مترشحين ومبسوطة قوي، والصراحة الناس وحشاني برضه. مبسوط جدا إن أنا في Creative Summit. أنا أصلا يعني بحضر المهرجان ده من زمان أيام ما كنت بشتغل في الإعلانات، واتكرمت فيه كتير قوي ايام ما كنت بعمل اعلانات، فمبسوط قوي بمشاركتي دلوقتي. حلو قوي ان هو دخل في الدراما ودخل في السينما، لسه ما دخلش في السينما يعني، بس حلو دخل في الدراما، فدي حاجه مبسوط بيها. مبسوط طبعا ان مسلسل لحظه غضب اللي انا كنت جزء منه مترشح ان هو يكسب، وكده كده هيكسب. وبكره ان شاء الله يكون في بانل مسلسل حلقه خاصه عشان التوحد، مبسوط جدا برضو ان حاله خاصه يعني كان في مسلسل عملته له يعني نفع المجتمع وله فعلا قضيه، دي حاجه اول مره اعملها مبسوط بيها جدا. والحمد لله ان الدوله بعد المسلسل ده خلت ان التوحد يبقى في الكشف المبكر بالنسبه للاطفال، فدي حاجه مبسوط بيها جدا. مبسوطه قوي والله يعني بالايفنت، وحاسه انه يعني كرييتيف اندستري سمت دايما بيركزوا في اللي بيبقى خلف الكاميرا، ودي حاجه مهمه قوي مش بنشوف ده كتير، فمتحمسه قوي. تحل اليوم الذكرى 13 لرحيل فيلسوف الصحافة الكاتب الكبير أنيس منصور. يعد منصور أحد أهم كتاب العصر الحديث، حيث اشتهر بأعماله الثرية التي تنوعت بين الصحافة والأدب والأبحاث والترجمة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشر، هذه عناوين الأخبار. خلال اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني عبد العاطي، يؤكد الدعم الكامل لبيروت ويدين انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية.
ومن بيروت، أبو الغيط يدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من كل الأراضي اللبنانية، ومبعوث بايدن يؤكد العمل على صيغة لإنهاء الصراع. واشنطن تؤكد نشر منظومة ثاد الصاروخية في مواقعها بإسرائيل، وإيران تقول إنها سعيدة بتقديم سياستها النووية، ستعيد تقديم سياستها النووية. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري، تحية لكم وإلى اللقاء.